اللعبة إنه هختار كلمة من هنا وفقرة لازم أقدمها وأحط الكلمة في الفقرة. أوكي. قلت لي بقى ياسر كسب في اللعبة دي. سوسة. سيارة، عربية. دعوة المشاهدين للتصويت لمشترككم المفضل لضمان انتقاله للحلقة المقبلة. ودلوقتي مشاهدينا هطلب منكم وانتوا في السيارة، في أي عربية، في الشارع، رايحين مشوار، ان انتوا تصوتوا للمواهب اللي انتوا حابينها عشان تكمل في المرحلة اللي جاية. قبعة برنيطة، يعني مصري، مصرها شوية. ايه ده؟ ازاي يعني؟ الطلب من احد المدربين ابداء رايه باداء مشترك. حد يغششني. هطلب من احلام ان هي تشيل القبعه لاداء احدى المشتركات في المرحله دي من ذا فويس. طبعا ده من قوه ادائها اكيد. صحراء، افتتاح حلقه العرض المباشر الاخير من ذا فويس. مشاهدينا، واحنا الليله في نهائي ذا فويس الموسم الخامس في الصحراء، قررنا ان احنا نعمل حاجه مختلفه جدا ونكون كلنا الصحراء الليله في نهائي ذا فويس. تابعونا علشان نعرف مين هو احلى صوت في الموسم الخامس من ذا فويس في الصحراء. في جمل فعلا معدي ورا في الكادر. فندق الانتقال لزميلك في التقديم المتواجد في البي روم. ودلوقتي مشاهدينا جه الوقت ان احنا نروح للبي روم لياسر، لكن قبل ما نروح للبي روم ونعرف ايه اخبار تفاعل المشاهدين هناك لازم اروح الفندق بسرعه. هجري على هناك، هغير كده لبسي والميك اب وارجع لكم على طول ونتابع ياسر في البي روم. حابين تستمتعون باحلى اصوات، احلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهب على ام بي سي 1. تابعوا حلقات ذا فويس كل ليله سبت على ام بي سي 1.